أهلا بحضراتكم من جديد. ارتبطت مصر بالقضية الفلسطينية منذ نشأتها باعتبارها قضية العرب الأولى، ده غير أهمية فلسطين بالنسبة للأمن القومي العربي أكثر من 75 سنة. والقضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ أبدا من مصر، ويمكن الأزمة الأخيرة بداية من العدوان الإسرائيلي في أكتوبر الماضي أظهرت الدور المصري على المستوى السياسي والدبلوماسي والإنساني اللي بتقوم بيه لأهالينا في قطاع غزة. هنتكلم مع ضيفنا اللي مشرفنا في استوديو نقطة نظام عن الدور التاريخي ده، وهنفهم أكتر كمان من الكاتب الصحفي والأستاذ جمال رائف الباحث السياسي. أهلا بحضرتك فندم. أهلا بحضرتك فندم، يعني أنا اللي سعيد اللي أنا مع حضرتك، وأهلا بكل سادة المشاهدين. منور الدين، ربنا يخليك. بداية كده يا أستاذ جمال، يعني عايزين يعني إيه القضية الفلسطينية في قلب مصر؟ في قلب مصر لان في روابط كتيره جدا بتجمعنا مع القضيه الفلسطينيه. زي ما حضرتك قلت كده، يعني بعض هذه الروابط سواء العامل الجغرافي، في رابط جغرافي، فلسطين دوله الجوار، هناك رابط عروبي، نحن دوله عربيه وفلسطين دوله عربيه، هناك رابط ايضا عقائدي، يعني طبعا احنا يعني في مرجعيه اسلاميه طبعا، وهم ايضا دوله اسلاميه. اذا هناك عدد من الروابط، ايضا هناك روابط تاريخيه في علاقات قديمة الأزل ما بين طبعا الشعب المصري وما بين الشعب الفلسطيني. إذن كل دي عوامل مهمة جدا بتخلينا مجتمعين على فكرة أن هناك روابط سواء جغرافية، تاريخية، عقائدية، إنسانية، شعبية ما بيننا وما بين الجانب الفلسطيني، وإحنا أقرب طبعا أقرب ناس ليهم، وكمان الأكثر تحملا لهذه المسؤولية. يعني من الممكن ان تكون علاقتك بجارك الكويس اللي ما عندوش مشاكل علاقه كويسه جدا، ولانه هو ما عندوش مشاكل ويعني حالته ميسوره وبتاع، فانت كل يوم بتصبح عليه وهو بيصبح عليك وبتتبادلوا الهدايا وكده والدنيا حلو. انما لما يكون جارك ده عنده مشكله وانت الحمد لله مستقر وميسور الحال، ممكن هنا تفكر انا ماليش دعوه بقى بجاري اللي عنده مشاكل كتيره ده، وخليني انا في حالي. بالعكس تماما، الدولة المصرية بالرغم ان جارها ده كان عنده مشاكل، انها صممت ان هي تكون اكثر جار للقضية او اكثر جار للفلسطينيين تحملا لهذه المسؤولية. يعني اذا يا استاذ جمال حضرتك بتقول بما معنى يعني ان الدولة المصرية هي اكثر دولة عربية تحملت عبء القضية الفلسطينية، وعبء مش بالمعنى الثقيل يعني، لا، عبء، وهي يعني سعيدة بهذا. وهي حاسة ان ده دور، وكمان مش بس على مستوى القياده، يعني حتى على المستوى الشعبي. يعني انت لما تشوف اي مواطن مصري في الشارع وتساله عن القضيه الفلسطينيه يحدثك وكانه يتحدث عن مصر، وكان ده جزء من التربيه بتاعتنا والعقيده بتاعتنا وايماننا بفكره ان الوطن ده والحفاظ عليه جزء منه، الحفاظ ايضا على دول الجوار. طب بعيدا عن الجانب ده يا استاذ جمال، يعني بعيدا عن الجانب اللي هو الانساني، وان زي ما حضرتك بتتفضل وتقول ان هو الجار، لا، هو كأمن قومي، إيه يعني أهمية البقعة دي كأمن قومي مش للعرب بس، لا لمصر؟ هنا بقى الحديث السياسي. طيب، في إيمان مصري بأن أمنها القومي الداخلي مرتبط بمحورين مهمين جدا في الأمن القومي الإقليمي. هو طبعا مرتبط بالأمن القومي الإقليمي بشكل عام، ولكن في محورين مهمين جدا بيأثروا على الأمن القومي الداخلي المصري. أول بعد هو الأمن القومي العربي، ده المفهوم الأوسع يعني الأمن القومي الداخلي المصري، والأمن والسلم الأفريقي. يبقى في مفهومين لازم يبقى شايفينهم العربي عارفين. والأمن والسلم الأفريقي، الأمن القومي العربي والأمن والسلم الأفريقي، ودول مصطلحين دايما هتلاقيهم في خطابات الدبلوماسية المصرية وفي حديث الدبلوماسية الرئاسية هنا لما بنتكلم على سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هتلاقيه في الجمعية العامة للأمم، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مجلس في جامعة الدول العربية، في أيضا الاتحاد الأفريقي، هتلاقيه بيتكلم على يا إما السلم والأمن الأفريقي والأمن القومي العربي. طيب أنا ليه متضرر إذا حدث خلل؟ أنا فاهم الأمن القومي العربي، السلم القومي الأفريقي ده اكثر خطوره. ليه؟ لان انت عندك ايضا روابط فيما يتعلق اول حاجه البعد في الامن المائي، البعد في الامن الخاص بدول الجوار ايضا الافريقيه العربيه اللي يعني تتشارك معاك بعد جغرافي، بنتكلم على ليبيا، شمال افريقيا. هناك ايضا يعني مشاكل كبيره جدا الان تحدث في منطقه الساحل والصحراء،
ومحدش يقول المنطقه دي بعيده عننا، لا بالعكس دي قريبه جدا طبعا. وعشان كده حتى مصر احتضنت مركز تدريب قوى الساحل والصحراء لمجابهه الارهاب. ليه؟ لانها عارفه ان الامن والسلم الافريقي احد اهم ابعاد الامن القومي المصري. اذا افريقيا عندها ايضا مخاطر امنيه بتؤثر علينا. هو اللي بيحصل في السودان مش بيأثر علينا؟ اكيد. هو السودان طبعا شقيق عربي، ولكن هو ايضا شقيق افريقي طبعا. وايضا ما يحدث في ليبيا القرن الافريقي، يعني القرن الافريقي وتبعاته خطيره للغايه. ما يحدث في باب المندب طبعا، ليه شق افريقي ولا شق عربي؟ اذا انت موقعك الجغرافي حكم عليك بده، حكم عليك اللي انت تبقى يعني حاجه كويسه ووحشه الموقع الجغرافي ده. طبعا طبعا يعني طبعا زي ما انت بتستفيد منه استفاده كبيره جدا على صعيد دايما عبر التاريخ عينيهم علينا، عينيهم على النقطه دي. طبعا انت حلقه الوصل ما بين ثلاث قارات، سواء القاره الافريقيه والاوروبيه والاسيويه، وكمان بحرين مهمين جدا طبعاً في الملاحه الدوليه، هو البحر الابيض والبحر المتوسط والبحر الاحمر. طيب الموقع الجغرافي ده زي ما ليه مميزات طبعاً كبيره جدا، كمان هو ليه للاسف يعني مش عاوز اقول مساوئ، ولكن ليه يعني مخاطر بالظبط. دي العباره الموضوعيه، المخاطر دي، لانك طول الوقت لازم تبقى بتحاول كمان عشان تستفيد من موقعك الجغرافي ده انك كمان تدعم السلم والاستقرار في كل المحيط الاقليمي ده، عشان يفضل الموقع الجغرافي ده موقع متميز. صح، وده اللي احنا بنقول عليه بنسميه الامن القومي. بالظبط. ده اللي هو الامن القومي الاقليمي بقى، الاقليمي سواء بقى على صعيد المنطقه العربيه او المنطقه الافريقيه. عشان كده هو ممكن حد يقول لك هو مصر مالها ومال القضايا العربيه؟ ليه مهمومه بالقضايا العربيه؟ ليه بقى مهمومه بالقضيه الفلسطينيه؟ وليه تاثيراتها على الامن القومي الاقليمي؟ لان لما يعني طبعا تتوسع القضيه الفلسطينيه في التصعيد وفي التازم، ده بيضر المنطقه كلها. وعشان كده مصر دايما بترجع كل القلاقل وكل الاحداث اللي حاصله في المنطقه، في منطقه الشرق الاوسط، للقضيه الفلسطينيه. طبعا. هنا هفكرك بجمله كانت مهمه جدا في عام 2015 تقريبا، دي اول كلمه لمصر في الجمعيه العامه للامم المتحده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يقولها. قال ايه؟ قال ان حلحله القضيه الفلسطينيه يتبعها حلحله لكافه قضايا المنطقه. الجمله دي في 2014 او في 2015 كانت القضيه الفلسطينيه في اخر الصف. كنا ساعتها بنتكلم على سوريا، بنتكلم على اليمن، بنتكلم على ليبيا، ايه اللي بيحصل في السودان، شوف ايه اللي بيحصل مش عارف في، يعني كانت القضيه الفلسطينيه رجعت لصفوف متاخره. وبرغم كده مصر امام المجتمع الدولي قالت لهم لا لا لا، مش سوريا، مش ليبيا، مش اليمن، مش اي قضيه تانية، هي القضيه الفلسطينيه. عاوز تحل كل ده ارجع وحل القضيه الفلسطينيه. صح. طب ده الكلام ده معلش هقطع حضرتك بس في دي عشان في 2015 طب الكلام ده احنا مش شايفين دلوقتي بيتحقق على ارض الواقع؟ يعني اللي بيحصل في باب المندب بيحصل ليه؟ عشان القضيه الفلسطينيه تصعدت اكثر. الجبهه السوريه دخلت على على المعركه ليه؟ الجبهه اللبنانيه فيها مشكله ليه؟ العراق فيها مشكله ليه؟ كل ده حصل فيه مشاكل ليه؟ عشان القضيه الفلسطينيه رجعت تاني تتصاعد ويحصل فيها تصعيد غير مسبوق. اذا ما تبصش للنيران الفرعيه وشوف سبب اشتعال النيران، وده اللي مصر دايما بتقول عليه. عشان كده مصر مهتمه منذ بدايه هذه القضيه باخماد النيران الرئيسيه في اشعال المنطقه وايجاد حل عادل وشامل للقضيه الفلسطينيه. مظبوط. انا هاخد من كلام حضرتك الاخير، مصر عبر التاريخ او اثناء القضيه الفلسطينيه 75 سنه تقريبا، رؤساء مصر تعاملوا مع هذه القضية إزاي؟ وعايز برضو بعد إذن حضرتك أستاذ جمال التطورات الخطيرة في الأربع شهور الأخيرة. طيب تاريخيا هناك ثوابت يعني مع اختلاف حلو قوي، هناك ثوابت طبعا طبعا، يعني هناك ثوابت لا حيادة عنها، دي رائع يعني موجودة في العقيدة المصرية، وكأنها كما كنا نتحدث في البداية ولدت معنا، يعني مظبوط، وكأن ربنا قدر لهذا الشعب أن يدافع عن هذه القضية. وبالتالي يعني مع اختلاف الرؤساء ثوابت، يعني جمال عبد الناصر هذا الزعيم الكبير والمهم جدا في التاريخ السياسي المصري دافع عن القضية الفلسطينية، حتى في طبعا فترة إحداث مصر للسلام وفي دفاعها عن القضية كانت القضية الفلسطينية حاضرة، ومحاولات مصر إدخال يعني القضية الفلسطينية داخل إطار السلام، وأن يكون هناك محددات لعمل القضيه الفلسطينيه مستقبلا، ولكن يعني ربما حدث تباعد في وجهات النظر هنا من جانب الفلسطيني نفسه، يعني صح. الجانب الفلسطيني نفسه لو كان استجاب للرؤيه المصريه
إبان صح معاهدة السلام المصرية، أنا أعتقد أن الموضوع كان هيختلف صح تماما يعني، ولكن ما حدث ما حدث. حتى فترة مبارك أيضا كانت هناك ثوابت أيضا في هذه الثوابت. بعد ثورة 30 يونيو كان التأكيد الأساسي أن هذه الثورة قامت أيضا لإيجاد مصر في محيطها العروبي بنفس القوة وبنفس الفعالية، بل أن القضية الفلسطينية محور اهتمام أساسي، وده اللي عبرت عنه الدبلوماسية المصرية بعد في أول تحركاتها في بعد ثورة 30 يونيو. يعني بعد ثورة 30 يونيو ورأينا بقى دبلوماسية رئاسية تتحرك في هذا الإطار، زي ما كنا بنتكلم إعادة القضية الفلسطينية لإعادة فكرة أن مصر أعادت هذه القضية تاني. يعني أنت لما تروح الأمم المتحدة تتكلم تاني عن القضية دي في وقت الناس كلها كانت منشغلة بقضايا تانية، أنت بتعيد هنا القضية للمشهد الدولي تاني. في بعد نظر لل بالضبط يعني، وبالتالي الثوابت هنا كانت موجودة، والمسار السياسي والإنساني فضل موجود طوال الوقت على مدار العقود. خلي بالك من نقطة، يعني مصر هي الدولة الوحيدة التي دفعت ثمن دماء دفاعا عن القضية الفلسطينية. ده حقيقي. وبالتالي انت سواء من خلال يعني هذا الثمن الغالي بعد 48، او من خلال الجهد السياسي او الدبلوماسي، او من خلال الجهد الانساني، لانك انت شايف يعني الوضع الانساني، مش بنتكلم على النهارده يعني، انت لم تفكر يوما ان انت المنفذ الوحيد ليهم. بالضبط، لم تغلق. وعلى فكره يعني كلنا شايفين الحرب القائمه الان، ولكن في حروب اخرى ايضا يعني تمت اتجاه قطاع غزة، مصر أيضا كانت صامدة وكانت واقفة لإرسال المساعدات وإدخال المساعدات، ولكن هذه الحرب ربما لأنها الأشرس، فالمعركة حتى فيما يتعلق بإدخال المساعدات وحشد الجهد الدبلوماسي يعني لمساندة الدور المصري شايفينها أكبر صح. ولكن حتى في الحروب السابقة مصر لم تتخلى عن البعد الإنساني، ولكن ظلت تدخل المساعدات. وبالتالي أنت سياسيا دبلوماسيا إنسانيا، وكمان الآن بنتكلم على بعد جديد، بعد القضائي طبعا. يعني المرافعة المصرية اللي شفناها من أيام أمام محكمة العدل يعني انتصار للقضية الفلسطينية ونسف لجبهة الدفاع الإسرائيلية طبعا. يعني دي تاني مرة أستاذ جمال نقف مع قدام المحكمة الدولية صح؟ بص أقول لحضرتك حاجة، يمكن بعد طابع أعتقد طبعا هو هذه المحكمة تختلف عن هذه المحكمة، ولكن احنا هو التاريخ في الحقيقة يمكن حضرتك عاوز تشير لنقطة وأنا يعني هروح لها ولازم نروح لها، إن مصر هي الدولة الوحيدة العربية التي استطاعت أن تحقق نصرا على إسرائيل سواء عسكريا أو دبلوماسيا وسياسيا وقضائيا. مظبوط، وده التاريخ والواقع بيقره وشاهد طابع. بالظبط، انت يعني معركه 73 عسكريه دبلوماسيا انت ند وقوي، واستطعت ان تفرض الدبلوماسيه والسياسه المصريه على الساحه الاقليميه بقوه، وايضا قضائيا سواء في معركه طابع او حتى الان لمسانده القضيه الفلسطينيه. وبالتالي مصر قويه وقادره طوال الوقت على لعب دور مؤثر، لانها الاكثر قدرة بالشواهد صح وبالأفعال على أرض الواقع فيما يتعلق بتحقيق الانتصارات. مظبوط، عشان كده مصر دورها بيرتكز عليه الجميع يعني، حتى وعلى فكرة بيعترف به الجميع بعيدا عن الشائعات، كل الدول بتعترف بأهمية دور مصر في القضية الفلسطينية. وعاوز بقى يعني حضرتك قلت نقطة بعيدا عن الشائعات، لأن دي نقطة لسه هنروح لها الشائعات في غاية الخطورة. انت طول الوقت شايف ان الدور المصري مستهدف، طول الوقت بيستهدف الدور المصري بكتير جدا من الشائعات والاكاذيب، لدرجه ان الجانب الاسرائيلي نفسه اصبح هو من يصنع هذه الاكاذيب والشائعات ويصدرها للراي العام الدولي لاستهداف، يقول لك معبر رفح مقفول من ناحيه، وهو يقصف يعني، هو يقصف معبر رفح 4 مرات وبعد كده يتكلم يقول لك انا مصر هي اللي بتعرق للمساعدات. اي منطق يعني، حتى حينما تصنع الكذبه يعني اصنعها بشكل اكثر احترافي يعني، اكاذيب واهيه يعني. مندوب اسرائيل في هناك قضيتين بالمناسبه امام محكمه العدل الدوليه، عشان او مش قضيتين، قضيه وراي استشاري، وده برضو عشان المشاهد الكريم يبقى عارفه هو ايه اللي بيحصل دلوقتي امام محكمه العدل الدوليه. في مسارين قضائيين، المسار الاولاني ليه علاقه بما رفعته من دعوه، وهنا جنوب افريقيا ما رفعته من دعوه امام محكمه العدل الدوليه لا علاقه بانتهاكات وفكره الاباده الجماعيه وهنا دي قضيه وده مسار. تمام. وفي الجمعيه العامه للامم المتحده طلبت من محكمه العدل الدوليه راي استشاري فيما يتعلق ب
مشروعية الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية القائمة الآن. دي قضية وده مسار قضاء وده مسار قضاء. نرجع تاني يجي مثلا مندوب إسرائيل يقول مصر هي اللي بتعرقل المساعدات، في حين أنك تشوف إسرائيليين واقفين أمام معبر كرم أبو سالم رافعين الأعلام الإسرائيلية واقفين أمام الشاحنات اللي بتدخل المساعدات وبيرفضوا دخول هذه المساعدات، في حين أنك تشوف الجانب الإسرائيلي عراقيل بيقصف المعبر أربع مرات. يعني إذن هناك طول الوقت استهداف طبعا، وده بقى اللي بيخلينا نقول ليه الدور المصري مستهدف. ينفع بقى نقول ليه الدور المصري مستهدف؟ وعايز أخد من حضرتك كلمة حضرتك أشرت ليها إن الحرب الشرسة الأخيرة، فعايز أفهم ليه التوقيت ده تبقى الحرب بهذا الشكل. بس بعد إذن حضرتك أستاذ جمال نتكلم في ده بعد الفاصل، ينفع؟ طبعا ينفع. فاصل ونرجع تاني مع الكاتب والباحث السياسي الأستاذ جمال رائف. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه منورنا ومشرفنا الكاتب الصحفي والباحث السياسي الاستاذ جمال رائف. وكنا بنتكلم مع حضرتك، كنت بتكلم مع حضرتك عن ليه او اشمعنى دلوقتي تبقى حرب شرسه، خدتها من كلام حضرتك، اشمعنى هذا التوقيت يا استاذ جمال؟ يعني ده ما هو القضيه موجوده ومن قديم الازل، لماذا تفجرت الان؟ ليه ومصرين عليها وتحس ان هم طب نخلص بقى؟ لا، في عنده في استمرارية غريبة. عاوز كلام دبلوماسي ولا بصراحة؟ لا بصراحة. بصراحة؟ طيب. لأن العالم يتشكل من جديد. حلو. لأن في تغير كبير في النظام العالمي. وده ابتدت ملامحه تحصل مع اللي بنشوفه في شرق أوروبا. بس يتشكل من جديد إزاي يا أستاذ جمال؟ ما هم من زمان هم الكتلتين اللي هو روسيا والصين وأمريكا. لا صح، بس الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب الباردة أصبحت هي المهيمنة الأقوى، يعني بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في روسيا قوية، ما نقدرش ننكر روسيا قوية وننكر الصين قوية، ولكن فعالياتهم على مستوى هنا بقى النفوذ الدولي. طب هو لازم يبدأ التشكيل من عندنا؟ لا هو مش من عندنا بس، ما عشان كده هي القضية الفلسطينية مش لوحدها. والاختيار التوقيت لأن في أربع نقاط رئيسية على خريطة الصراع الدولي هي اللي بتشكل العالم من جديد. ايه الاربع نقاط دول؟ ايوه الاربع نقاط دول خلينا ناخدهم كده بالترتيب. الشرق الاوسط وبالتحديد القضية الفلسطينية او نقطة الاشتعال في الشرق الاوسط وهي القضية الفلسطينية. شرق اوروبا ونقطة الاشتعال في شرق اوروبا وهي طبعا اوكرانيا. الساحل والصحراء الافريقي ودي نقطة اشتعال متسعة، يعني بتضمن عدد نقاط مشتعلة فيها. اللي هم ايه بعد اذن حضرتك؟ في الساحل والصحراء اشرحها للناس. في الساحل والصحراء الافريقي هنا بنتحدث عن ما بعد ليبيا كده، تحت ليبيا، وليبيا المفروض بتخش في الجزء ده. وطبعا من عند نيجر ومالي وبوركينا فاسو، الساحل الغربي القارة الافريقية. يعني الساحل الشمالي الغربي اللي هو مشتعل الأفريقية. مشتعل دلوقتي، مشتعل الان. شفنا فيه عدد من التغيرات السياسية سواء في مالي، في النيجر، في بوركينا فاسو، في مخترق، في يعني في خمس دول تقريبا فيها مشاكل، ومشاكل دي نتاج صراع دولي كبير جدا، لان دي نقاط تمركز اساسا للقوى الغربيه، واصبحت الان القوى الشرقيه داخله فيها. ويعني روسيا اصبحت تزاحم الولايات المتحده الامريكيه وفرنسا بالتحديد في هذه النقطه، طبعا مع دلوقتي تعاون الصين معها كوريا الشمالية. يعني الصين في هذه النقطه قويه شوكه يعني روسيا. بص، اصل الصين يعني تدخلها في او في في هذه البؤره بالتحديد محدود شويه، بس خليني هخش على الرابع. انت عاوز تعرف الصين فين؟ في بحر الصين لأنها الجنوبي. قوه بحر الصين الجنوبي نقطه الاشتعال الرابعه، بحر الصين الجنوبي، وهنا التمركز في نقطه الاشتعال تايوان. يبقى احنا قلنا اربع نقاط، كل النقاط اللي كان عليها زعابيب الفتره اللي فاتت هي دي. بس دلوقتي بقى في ذروه الاشتعال. يعني احنا بنتكلم على زي ما قلنا الشرق الاوسط، القضيه الفلسطينيه، شرق اوروبا، اوكرانيا، أيوة، الساحل والصحراء، والجنوب الصيني، تايوان. عشان كده الكونجرس الامريكي
لما كان بيعمل حزم للمساعدات الخارجية هنا بنتكلم على المساعدات العسكرية بالتحديد والمالية، كان بيناقش مساعدات لمين؟ لثلاث دول، أوكرانيا وإسرائيل وتايوان. هو اللي في الجانب الأمريكي، هو يعني في منطقة الساحل والصحراء خلاص يعني ابتدى النفوذ الروسي هو اللي يتحكم أكتر، فربما هناك يعني اهتمام أكتر بالثلاث نقاط دول. عشان كده حضرتك سألتني على التوقيت. روسيا، لأن بنسمع كتير قوي كلمة التوقيت. طيب، التوقيت النظام الدولي، هو الناس الفكرة كلها يقولك هو احنا رايحين حرب عالمية ثالثة، وشايفين ان القنبلة الذرية دي هتنهي العالم بقى كله. هي كانت نهاية الحرب العالمية الثالثة ولم تكن بداية الحرب العالمية الثالثة. ده صح. الفيصل في فهمك هو احنا في حرب عالمية ثالثة ولا لسه هنروح لها؟ يعني احنا في حرب عالمية ثالثة؟ طبعا نحن في خضم الحرب العالمية الثالثة. القنبلة الذرية كانت نهاية لهذه الحرب ولم تكن بداية لهذه الحرب العالمية الثالثة. لأننا لما بنيجي نقرأ التاريخ بنقرأه في دقيقة بالظبط، لكن لما بنعيشه بنعيشه في سنين بالظبط. صراع وصراع وحروب ومعارك عسكرية ومعارك دبلوماسية ومعارك سياسية لحد ما أمريكا زهقت وراحت رامية القنبلة الذرية فأنهت هذه الحرب. مش عايزين حد يزهق. لا مش عايزين. لا بص، الحديث عن صراع نووي انا اعتقد ان ده غير وارد، لان يعني تشابك المصالح الاقتصاديه والسياسيه الان في العالم اصبحت يعني بتحتم على القوى الكبرى عدم استخدام مثل هذه الادوات العسكريه. المهم هو طبعا يبقى في صدام عسكري ولكن مش بهذه الشراسه. يعني الاقتصاد دلوقتي الاقتصاد هو الزراع الاقوى بالظبط، لان امريكا ايضا لما فرضت فكره عولمه الاقتصاد بعد التسعينات خلت نفسها متشابكة نوعا ما مع يعني الصين أكتر دولة بتطالب أمريكا بديون. هي محتلة أمريكا بضاعتها وبديونها. فيعني فبالتالي أنت هتضرب الاقتصاد الصيني، طب ما أمريكا هتتضرر اقتصاديا. فعشان كده الموضوع صعب نوويا يعني. فالمهم طيب الأربع نقاط دول فيهم الآن معارك حسم. طيب الناتو على الجبهة خاصة بشرق أوروبا بيتصرف وبيحاول يدعم أوكرانيا، وروسيا بتحاول تخش. عشان كده التوقيت غير مناسب لأمريكا. وده سبب خلاف بايدن ونتنياهو. دايما يقول لك التوقيت غلط. هو التوقيت غلط، لأن هو كان عايز التوقيت امتى؟ بعد ما يخلص الجبهة اللي فوق في شرق أوروبا. طب هو ده فعلا توقيت غلط؟ أقول لك بالدليل، إن حصل تقدم روسي على الجبهة الخاصة بشرق أوروبا بعد أن المساعدات الأمريكية والأوروبية تأخرت على أوكرانيا. تأخرت ليه؟ لأنك اضطريت تاخد المساعدات دي توديها لمين؟ لإسرائيل. فيبقى التوقيت مش مناسب لأنك خلتني أخسر على الجبهة اللي فوق. يعني من مصلحة روسيا أن الأحداث في غزة تطول، هي ما تخلص. يعني هي مش من مصلحة روسيا، لأن برضو روسيا يعني أنا مش عاوز أقول إن روسيا مستفيد، ولكن احنا هنا خلينا نتكلم على المصلحة بتاعتنا. خلينا نتكلم على المصلحة بتاعتنا. احنا المصلحة بتاعتنا في كل ده، في وسط اشتعال بقى العالم ده كله، اللي احنا نعود مجددا. هنا بقى اتكلم على المنطقة العربية، على قلب رجل واحد. لأن بقى التوقيت وإن لم يكن مناسب للولايات المتحدة الأمريكية، وهو مناسب لإسرائيل، لأن إسرائيل جرجرت الولايات المتحدة الأمريكية مجددا للمنطقة. ولكن التوقيت أيضا مناسب للمنطقة العربية وللمنطقة الأفريقية. ليه؟ لأن في تجاذبات دولية الآن بتحصل، في صراعات دولية بتحصل. أنا ما كنتش أحط أقدامي بقوة وثبات في هذا النظام الذي يتشكل من جديد. صح، وسريعا يا زلمة، وسريعا. لأن أعتقد أن طول يعني طول التوقيت أو الفترة بتاعة الصراع اللي بيحصل ما بين غزة وما بين جيش الاحتلال، مش في صالح حد. وده يرجع مش في صالح حد ولا مش في صالحنا احنا؟ مش في صالح حد حتى الجانب الاسرائيلي. ليه؟ لان هي في الاخر كل المعارك دي معارك استنزاف قوة. عشان كده مفيش قنبلة نووية. هو مين اللي هيتم استنزاف قوته الاول؟ الجانب الروسي والجانب الصيني ولا الجانب الامريكي والجانب الاوروبي؟ لو الجانب الروسي والصيني، وهنا طبعا لما بتكلم على روسيا والصين وراهم حلفاء طبعا،
ولما بتكلم على الجانب الاوروبي أكيد. والجانب الامريكي وراهم حلفاء، يعني مثلا في كوريا الجنوبيه مثلا مع الجانب الامريكي، في انجلترا، وتشابك المصالح زي ما حضرتك قلت بالزبط. هتلاقي في الحلفاء مشتركين على هنا فكرة. هنا في حلفاء مشتركين بالزبط. ما بين ده وما بين طيب. ده بالمناسبه، عشان هنا ممكن واحد بيتفرج يقول طب هو مصر فين في كل ده، مصر مع ده ولا مع ده؟ فدي نقطه مهمه جدا ان احنا نوضحها. مصر بقى بتتبع ايه في وسط العراك الدولي دي؟ خناقه كبيره جدا. مصر بتعمل ايه؟ بتتفرج؟ لا مش بتتفرج. بتعمل حاجه في الدبلوماسيه بنسميها الحياد الايجابي. انا مش معاك وانا مش معاك، بس لو انت عاوزني اتدخل عشان احل هنا هخش، لو عاوزني اتدخل عشان احل هنا اخش، لو عاوزني اساند قضيه عادله هساند زي ما بتعمل في القضيه الفلسطينيه. تمام. وهي مش بتحتاج حد يقول لها، بس هي طبعًا. على طول بتشتغل. هو السيد الرئيس دايما يقول هي قضيه فلسطين، دي قضيه القضايا، دي عباره يعني للسيد الرئيس مهمه جدا، دي قضيه القضايا. اذا انت موقعك فين من الاعراب في هذا العراق الدولي؟ انت بتتبع حاجه اسمها الحياد الايجابي. انا مش مع حد ومش هخش في الحلف ده ولا اخش في الحلف ده، بالعكس انا علاقاتي كويسه جدا وجيده جدا مع روسيا والصين، وعلاقاتي كويسه جدا ورائعه ايضا مع الولايات المتحده الامريكيه ومع اوروبا، ودي عبقريه الدبلوماسيه المصريه. صح. وده كمان بندفع ثمنه. ازاي يا استاذ جمال؟ يعني ضغوط. لانك انت اكيد ده عاوزك تبقى معاه. صح. وده عاوزك تبقى معاه، وده اللي بيقول لك دلوقتي ليه مصر حفاظها على سلامها واستقرارها الداخلي وعلى مبادئها طبعا في دفاعها عن القضيه الفلسطينيه، او حتى في دعمها للقضيه الليبيه او السودانيه او في مختلف القضايا العربيه، بتدفع ثمن كبير جدا. لانها لا تنحاز لاي حد الا لمبدأها. طب. ده كلام عبارات وشعارات؟ لا مش كلام، لا عبارات وشعارات. طب ما انت مش منحاز للجانب، حد يقول لي ان مصر منحازه للجانب الشرقي؟ مفيش شواهد على ده. هل مصر منحازه للجانب الغربي؟ مصر لا. مش منحازه. طب عدم الانحياز والانحياز للقيم وللعداله وللامن والاستقرار وللقيم الدوليه، ده ليه ثمن. لتمن. اول حاجه يا استاذ جمال اعتقد ان الشائعات طبعا، عشان كده ده نرجع عايزين تاني. نرجع لمنطقه الشائعات، وايه اكبر الشائعات الفتره الاخيره اللي هزت شويه؟ هي لم تهز في الحقيقه. ليه؟ لان مصر قويه، مجتمع المجتمع هزت شويه. يعني طبعا ممكن مواطن بسيط ما عندوش الاطلاع الكافي على، عشان كده بنقول دايما الوعي الان هو المعركه الحقيقيه طبعا. وانت الان كمواطن مصري عليك انك تعرف ان عقلك مستهدف، مش بس على صعيد بقى الموضوعات الداخليه وبعض الموضوعات اللي جوه في الداخل المصري، لان الاوضاع الخارجيه والاقليميه اصبحت مرتبطه ومتشابكه مع الوضع الاقليمي. يعني تيجي تقول لي دلوقتي الاسعار، طب ما هو الاسعار دي ضريبه الدور المصري في المحيط الاقليمي والدولي، وضريبه ايضا الصراع الاقليمي والدولي. هو انت متاثر اقتصاديا دلوقتي، لان في شرق اوروبا في صراع فبيأثر على الامن الغذائي، وفي باب المندب الان في مشكله، وزي ما سياده الرئيس قال اثر على اكثر من 40 و50% من ايرادات قناه السويس الشهر اللي فات. كارثه. طب وبعد كده تقول لي لا انا ماليش دعوه باللي بيحصل بره. طب ازاي؟ ازاي يعني اذا كان انت بس عشان في شرق اوروبا في مشكله فانت امن الغذائي تضرر، طب وعشان هنا في مشكله فايضا التجاره تضررت. طيب اذا انت مرتبط بما يحصل حولك، فما ينفعش تقول انا ماليش دعوه. طيب عشان كده واجب علينا يا استاذ جمال، انا اسف، واجب علينا نوصل ده للمواطن البسيط. دي مهمه. وازاي نوصل ده للمواطن البسيط؟ دي مهمه اساسيه للاعلام الان ولكل القائمين على صناعه الوعي المصري. ليه؟ لان ايقاظ الوعي، صناعه وعي جمعي هو حائط الصد طبعا. عشان كده دايما الرئيس بيقول ايه؟ بيقول الوعي الداخلي المصري طول ما انتم ايد واحده. ايد واحده. ما حدش ليه؟ لان هو ايد واحده دي يعني ايه؟ يعني واعيين. صح. يعني مركزين. ما هو ايه اللي مش هيخلينا ايد واحده؟ اللي انا افكر في حاجه وحضرتك تفكر في تشتت. حاجه ونتشتت فنبقاش ايد واحده. طب هنبقى ايد واحده ازاي؟ اللي انا وحضرتك نفس الهدف، نفس الفهم، نفس الفهم. ودي من الوارد يبقى عندنا وجهات نظر في ايجاد حلو قوي. يعني في ايجاد حلول طبعا طبعا، انما لكن الفهم واحد. الفهم واحد. ودي نقطه مهمه، وده اللي بيخلينا دلوقتي بنتكلم على حوار وطني مثلا. احنا كلنا فاهمين ده، بس ممكن عشان كده نرجع للشائعات تاني. هو بقى هنا بيستهدف فهمك. مش بيستهدف طرقك للحل. لا فاهم. الفهم نفسه. انك تفهم ليه الاسعار غاليه، انك تفهم ليه مصر بتساند القضيه الفلسطينيه، انك ما تفهم يعني انك يعمل لك تعتيم على الدور الانساني المصري، فتحس ايه ده مصر ازاي مش بتساعد مصر، ان الشباب المصري واقف على المعبر. ايوه. ورابط بينام في العراء عشان يدخل مساعدات انسانيه، وانا بتكلم على شباب مصري. أيوة.
عادي يعني مشترك في جمعيات اهليه زي مثلا التحالف الوطني للعمل الاهلي او الهلال الاحمر او غيرها من يعني منظمات المجتمع المدني، قاعد قدام المعبر ومستند على دولته بالمناسبه، يعني هو المواطن ده قاعد ودولته بقرارها السياسي هي اللي قايله له اقعد ودخل المساعدات. يبقى ازاي الدوله ما بتدخلش مساعدات؟ صح. يجي واحد تاني من الجانب الاخر يقول لك مصر ما بتدخلش مساعدات ازاي؟ وشاب زيك، يعني مشكله بسمع الكلام ده ممكن من شاب. طب ما في شاب تاني زيك قاعد على المعبر عشان يدخل المساعدات. صح. في سائق شاحنه قاعد واقف قدام المعبر بالايام مش بالساعات. لا وساعات شاحنات كمان يا جمال، يعني انا قعدت مع ناس دخلوا يقول لك احنا رجعنا علشان لقوا مع السائق الصافه. طيب يعني بص التعنت. أيوة. واصل لغايه ايه؟ الاكسجين بيتم يعني عرقله دخول المساعدات. ويرجع الشاحنه تاني عشان فيها مساعدات طبيه. يعني انت يعني هو بيعمل ايه؟ يعني الجانب الاسرائيلي بيخير المواطن في قطاع غزه ما بين الموت قصفا او الموت جوعا. يعني هتموت من الجوع ولا هتموت من الضرب؟ طب القضيه دي ان حضرتك شايف قضيه فلسطين الوضع الاخير واصل لشبابنا ازاي يا استاذ جمال؟ وتعامل شبابنا مع القضيه في خلال الشهور اللي فاتت، يعني شايف حضرتك قاري الدور عامل ازاي او قاري المشهد ازاي؟ يعني في هنا حاجتين يجب نركز عليهم احنا بنتكلم على الشباب المصري وازاي شايف القضيه. في زي ما بنقول الثوابت اللي جوه كل واحد مصري دي مش في الشباب، احنا بنتولد بيها اطفال. يعني احنا بنشوف الاطفال، مش هقول الشباب، يعني انا بشوف الاطفال اللي هو مش عارف حاجه اساسا عن لسه بينشا، يعني عارف يعني ايه فلسطين وكانه فعلا ولد بهذه القضيه. وبالتالي في ثوابت راسخه في الدم المصري كده، فدي جوه الشباب المصري وجوه الاطفال المصريه وجوه الشيوخ المصريه وجوه الرجال المصريين والنساء المصريين، دي لا نقاش فيها. ممكن بقى شاب بيتكلم عاوز حلول اكثر، حلول اكثر قوه، عاوز تحرك هنا اكثر تحرك، ده عادي يعني. ده عادي ان كل واحد يعبر عن رايه، ولكن الاهم ان ما تخليش رايك ده وانت بتعبر عنه يبقى اداه في ايد العدو. مظبوط. لانها شعره ما بين انك تعبر عن رايك وما بين ان العدو يستخدم رايك. مظبوط. ويستخدم رايك ازاي؟ بالشائعات والاكاذيب اللي كنا بنتكلم عليها. فهو يروح مصدر لك شائعه اكاذيب فتكون لك راي، فتيجي تتكلم من خلال راي، الراي ده انت مستند فيه على شائعه واكذوبه. صح. الجانب الاخر هو اللي مصدرها لك فيبقى رايك. صح. راي ده يتطلب بقى، ده يتطلب ثقافه ووعي. بالتاكيد. عشان كده حرب وعي. عشان كده بقول للشاب المصري الفهم زي ما حضرتك انت قلت. جواك ثوابت عظيمه للغايه وحب عظيم للقضيه الفلسطينيه، لا تضيع هذا الحب وهذه الثوابت بالاستماع للشائعات والاكاذيب، بل صح. بالعكس غذي حبك للقضيه الفلسطينيه وايمانك بهذه القضيه بالاخبار والوقائع والمعلومات الصحيحه. هتقدر ان انت تساعد القضيه الفلسطينيه اكتر. ليه؟ بوقوفك جنب دولتك. صح. بس انا كمان الفتره اللي فاتت عاجبني جدا اقول لحضرتك، يعني بدون يعني بدون حياء، الاطفال الاطفال يا استاذ جمال كانوا يعني زي ما حضرتك قلت احنا بنتولد بيها، واحنا كنا تحس ان احنا مش ناسيين القضيه خالص. وشوفنا ده ليهم. طيب احنا عايزين نروح اكتر كمان، يعني المستقبل بتاع القضيه، يعني حضرتك ينفع نستقرئ المستقبل بالشكل اللي جاي هيبقى عامل ازاي في ظل الاشهر الملتهبه الاخيره؟ يمكن اي حد يسال هذا السؤال هيقول ان المستقبل ضبابي. ويعني في وسط هذا العدوان السافر من جانب جيش الاحتلال امام كل هذه المشاهد الانسانيه الصعبه للغايه، بالتاكيد مشهد ضباب، ولكنك انت فقط، وهنا اتحدث عن كل مؤمن بهذه القضيه، قادر سواء هنا مؤمن بهذه القضيه سواء في الداخل الفلسطيني او في المنطقه العربيه، قادر على ازاحه هذا الضباب او استمراره. هنا شوف الموقف المصري انسانيا وسياسيا وشعبيا، بيعمل طوال الوقت على ازاحه هذا الضباب ورسم مستقبل جديد لهذه القضيه. كلنا لازم نبقى شركاء في هذا الامر، لا يجب ان نستجيب لضبابيه المشهد. يجب علينا ان نخلق مسارات داخل هذا الضباب تضيء يعني طرق جديده. احنا في ممر خطير جدا جدا. بالظبط. طب ايه بقى الحل او مسارات الحل اللي ممكن
نسترشد بيها بالظبط. وده اللي يخلينا نقول في مستقبل لهذه القضيه، وان شاء الله في مستقبل لهذه القضيه ان شاء الله. الحل طبعا الاول حاجه الثبات على الموقف، انك تفضل مؤمن بهذه القضيه، ثابت على هذه المواقف. وده بنشوفه في الموقف المصري منذ اللحظات الاولى، نفس الثوابت. فكره مثلا رفض التهجير القسري، اكيد هو انت ليه بترفض التهجير القسري؟ اكيد هو المشكله يعني هدم القضيه كلها يعني بالظبط خلاص. زي ما سياده الرئيس قال، لا ده في جمله بسيطه جدا سياده الرئيس قالها، قال احنا بقالنا عقود بندافع عن القضيه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني قاعد على ارضه. طيب لو الشعب الفلسطيني مش قاعد على ارضه هندافع على ايه؟ يعني انا يعني احنا عمالين بنحاول نقول للمجتمع الدولي في فلسطينيين قاعدين هنا ودي ارضهم. طب لما ما بقوش قاعدين هنا اساسا يعني الموضوع هيبقى اكثر صعوبه، بل خش في مرحله انه مستحيل. صح. وبالتالي بقاء المواطنين على الفلسطينيين على اراضيهم ده عامل مهم، مش مهم، هو العامل الفيصل في بقاء القضيه الفلسطينيه. طبعا. طيب يبقى في عوامل خارجيه، وهو ان تظل الدول المؤثره وصناعه القرار داعمه للقضيه الفلسطينيه، وهنا على راسهم الدوله المصريه، والحمد لله ان الدوله المصريه ده نحمد ربنا عليه في الحقيقه. موقف ثابت. لا مش كمان موقف، يعني ان هي يعني مرت بتجارب صعبه، يعني فضلت ثابته وقويه واعادت بناء قوتها الوطنيه الشامله، واصبحت الان قادره على لعب هذا الدور. يعني تعالى نتخيل كده لو مصر مش قادره تلعب هذا الدور. هم كانوا متعشمين في ده، وعشان كده دايما دايما المستهدف مصر. ليه؟ لان مصر لو مش موجوده ومش بتلعب هذا الدور كانت فلسطين كانت سوف تصبح لقمه سائغه. ده حقيقي للاخر. المهم حقيقي. بالتالي اول حاجه المواقف الاقليميه وعلى راسها المواقف المصريه. انا ما بتكلمش على المواقف الدوليه لان المواقف الدوليه هتتاثر صح بثبات الموقف الاقليمي، وده اللي شفناه على فكره. على فكره الفتره اللي فاتت في مواقف ليه؟ اتغيرت ليه؟ للصالح. ليه بقى؟ ليه؟ عشان مصر صح والدول العربيه اخرى في ثبات على المواقف. الموقف الداخلي الفلسطيني، هتقولي طب هم بيتضربوا، هم ازاي هم مش هيقدروا يعملوا؟ لا يقدروا، يقدروا يعملوا كتير. انا عشان ادعمك لازم انت كمان تدعم القضيه طبعا، وما تتنازلش عنها. وبحيي كل فلسطيني دائما يتحدث انه لم ولن يتزحزح طبعا من ارضه، ولن يترك قطاع غزه طبعا، لان ده يعني احد اهم استسلام يا استاذ جمال، هو يعني تساوي استسلام. خلاص خلاص، انت مش هتساعدني انا اللي انا اقدر حتى ادافع عن هذه القضيه، وبالتالي انت ثباتك على موقفك ده اللي بيخليني اقدر اتحرك. وبالتالي كلما استمعنا لاصوات فلسطينيه مدافعه عن اراضيها ده امر مهم جدا. الامر الاخر البناء السياسي الداخلي الفلسطيني، ودي نقطه بالغه الاهميه، وابتدى الان الحديث يعني يصعد في او يتصاعد في هذا الشان، وحتى الولايات المتحده الامريكيه ابتدت تتكلم في ده، وطبعا الرؤيه المصريه كانت تتحدث في هذا الامر. ويمكن دي الاجابه على فكره هي ليه مصر كانت مهتمه، شوف هنا النظره الاستشرافيه اللي حضرتك اتكلمت عليها، هي ليه مصر كانت مهتمه بعد 2014 بتحديد فكره المصالحه الفلسطينيه الفلسطينيه وايجاد مسارات للبناء السياسي الداخلي الفلسطيني عشان اللحظه دي؟ انك انت دلوقتي عايزين توحيد للقوى بالظبط داخليا، اعاده وحده طبعا الصف الفلسطيني وقوه الصف الفلسطيني طبعا الداخلي، وبناء سياسي فلسطيني قوي، واذابه كافه المصطلحات في الداخل الفلسطيني صح في مصطلح واحد وهو القوه الفلسطينيه الواحده. مظبوط. يمكن انا كتبت مقال في هذا الامر يعني نشر في ثلاثة يعني حلقات، مهم جدا بيتضمن خطوات فيما يتعلق بالبناء السياسي الفلسطيني الآن. هتقولي لا المقاومة أهم حاجة، نعم المقاومة مهمة، وإنك بس ده سلاح لل هنا محتاجين مقاومة طبعا سياسية كما نحتاج مقاومة طبعا على الأرض طبعا. المقاومة السياسية بالمناسبة لا تقل أهمية طبعا عن أي مقاومة أخرى طبعا. في مقاومة اقتصادية وفي مقاومة عسكرية وفي يعني في عدد من احنا دايما شايفين المقاومة مقاومة في اتجاه واحد، لا لا احنا حتى في المستوى الشعبي يا استاذ جمال يقول لك اخذ الحق حرفه بالظبط، ما هياش اخذ الحق فتوانة ولا قوه ولا فرد دراع فقط بالظبط. يعني انت لازم يبقى عندك قوه رادع صح، قوه رادع صح نستند عليها حكمتك، ودي في الحقيقه الشخصيه المصريه صح. يعني اللي حضرتك قلت ده يعني معلش اللي هطلع من السياسه بس المثل الشعبي المصري اللي في التراث المصري ده مثل ربما تراه شعبي ولكنه ينطبق على الدبلوماسيه والسياسه المصريه طبعا. يعني حرفة. مصر لها حكيمه جدا ولكنها ليست الحكيمه الضعيفه ولكنها الحكيمه القويه، يعني عندها جيش قوي جدا صح. قوه رادع قويه جدا ما استخدمهاش الا برشد وبحكمه، وعشان كده لما بتتكلم وتلويح فقط لا يعني عشان كده هو ليه مصر لما بتتكلم بتعمل لها حساب، لان الحديث
مبني على قوة ردع، هنا قوة قوات المسلحة المصرية العظيمة، صح، وقوة أيضا التلاحم الداخلي ووحدة الصف الداخلي، صح. أنت عارف الدولة دي قوية داخليا، صح، وأيضا لديها قوة ردع لما تتكلم، فعشان كده أخد الإيه حرفة، لأنها عارفة تتكلم إزاي، صح، وبهدوء، واللي قدامها بيسمع وهو عارف ان هي مش دولة ضعيف، صح، دولة قوية، ولكنها من الحكمة، صح، الا تستخدم، صح، القوة وتستخدم المنطق، صح. احنا بهذه الكلمات يعني في جرعة تفاؤل كبيرة لينا ان شاء الله رب العالمين، وجرعة ثقة في قيادتنا وفي جيشنا وفي دولتنا. اكيد طبعا حضرتك نورتنا وشرفتنا قوي وزودتنا، ده شرف ليا، وانا اللي كنت سعيد جدا وانا مع حضرتك، وسعدت جدا بكل الساده المشاهدين، ورب يعني الكلام يكون وصل جدا وبشكل سلس وبشكل مبسط جدا. متشكر جدا استاذ جمال، كان معانا الكاتب الصحفي الكبير والباحث السياسي الاستاذ جمال رائف. فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل باقي الحلقه.